اوكي يعني هي عضله زي عضله في الجسم، بس عشان تظهر انت بتحتاج تشيل طبقه الدهون اللي هي موجوده عندك، تبقى مثلا لو انت ذكر تبقى في حدود مثلا 10% نسبه دهون، فتلاقي الابدومينالز بتاعتك ظاهره بشكل حلو. ده بيعتمد بقى على التغذيه بتاعتك والتمرين في نفس الوقت. طيب هل الصيام المتقطع يفيد الانسان اللي عايز يخس ولا لا؟ وفي كلام كتير انا هسأله لحضرتك، يعني انا على المستوى الشخصي انا عايز افهمه يعني، فخلينا الاول في الصيام المتقطع. تمام، هو الصيام المتقطع والانترميتنت فاستنج ده يعني زي طريقة انك بتاكل بيها، على بتقسم اكلك على فترات في اليوم، مثلا تصوم 16 ساعة وتاكل 6 ساعات او 8 ساعات، يعني ليه كذا طريقة. في ناس مثلا بتصوم يوم ويوم لا، يعني في يوم كامل تصوم 24 ساعة واليوم اللي بعديه تاكل عادي. طب هل الموضوع اللي انا اكل عادي اليوم التاني اللي بعده ده مش هيأثر؟ يعني مثلا دلوقتي انا صمت النهارده مثلا زي ما حضرتك بتقول 24 ساعة، تمام، جيت تاني يوم عوضت اللي انا اخدته في ال 24 ساعة الاولانيين. هو طبعا الموضوع كله بيرجع لحسبة الكالوريز بتاعتك، يعني انت الكالوريز بتدخل كام، بتحرق كام. الانترميتنت فاستنج كان بيظن يعني ان هو بيساعدك، يعني مثلا لو انت بتاخد 1500 كالوري وواحد بياخد 1500 وواحد تاني بياخد 1500، بس ده بيعمل انترميتنت فاستنج يحرق اكتر، كان بيظن يعني بكده. بس اللي هو السيستماتيك ريفيو او اخر الابحاث يعني اللي موجوده الميتا اناليسيس بتاعتنا بتقول ان الانترميتد فاستنج هو ليه فوائد سيكولوجيه، فوائد فسيولوجيه، انما من ناحيه ان هو يبقى اسرع من الابروتشز العاديه او الدايتات العاديه في ان هو يحرق دهون، مفيش الموضوع ده. طيب هل انت حضرتك دكتور حازم بيفضل العلاج الطبيعي، يعني العلاج عن طريق الرياضه ولا العلاج عن طريق الميديكال اللي هو الادويه؟ هو طبعا على حسب انت، يعني انت لو شخص ميديكال كومبرومايزد او عندك مرض معين، عندك مشكله محتاجه دواء ومحتاجه علاج دوائي، ده اساسي طبعا لازم بتتعالج منه، تلجأ للطبيب المختص. انما الرياضة عامة هي ممكن تبقى كلايف ستايل بتاعك، انك عايز تفضل طول عمرك رياضي، يعني رياضي بشكل معين، عايز جسمي يبقى شكل معين، انما مش شرط انك تاخد دواء وانت رياضي، او يعني برضو ايه الاتنين بيختلفوا عن بعض. طيب حضرتك برضو يعني اليومين دول في الجيم بيقول لك في جري على التراك على ما اظن، وفي الزومبا ونمط الحبل او حاجه زي كده، انا عايزك تكلمنا اكتر بصوره باستفاضه عموما عن الحاجات دي بتفيدنا بايه او طريقتها ازاي. هو